صباح الفل عليك يا شباب. صباح العسل. احنا النهاردة هنعمل اول مقلب في يوسف. صاروا ليه؟ هنعمل فيديو لذيذ بسيط مقلب في يوسف على الفيديو اللي ضربني عليه، وانتوا الاثنين هتساعدوني فيه. فلو ساعدتوني وعملت فيه مقلب، كل واحد ليه خمس بواكي. الفلوس دي كنت لو كل بس احنا تعالى بقى كده ثانية واحدة يا عمر، كتفوه. الفلوس دي حقيقي مقابل ان انتوا تكتفوها لنا، هتتقسم عليكم انتوا الاثنين. الفلوس دي حقيقي ايمان اهي. تعالى بس كده، تعالى. الفلوس دي حقيقي، الفلوس دي هتتقسم عليكم انتوا الاثنين مقابل ان انتوا تكتفوها لنا، مقابل ان انا اعمل فلوسك اللي انا عايزاه. يعني اي حاجة هطلبها هتتعيش. كل ده فلوسك؟ اه. اصل انت غالي عندي قوي. شغاله عندي. شفتني انا بتدفى في الارض جوه؟ هتبقوا في الدولاب. انا نفسي سنتين منك. فضح يا عيني. زي عبيطه على التيك توك. انا هو بس انت كنت عامله كده اهو. انا كنت عامله كده اهو. ولا اتدفيت في الدولاب جوه عادي. بقيت علقه. علقه يا جدعان. النهارده احنا ان شاء الله اول مره نعمل فيديو على اليوتيوب و بنعمل على التيك توك بس. هيوسف هيتنفخ وهيتحط عليه معنى الكلمه. اولا بسبب الفيديو اللي قلت لكم عليه جوه بتاع التيك توك. السبب الثاني ان هو عمل مع اخته كبيره فيديوهات وقال لها انا هنزلها على ايه على الواتساب، راح نزلها على التيك توك وفضحها. بصوا شوفوا الفيديوهات بتاعتها عامله ازاي مسخره. فانا هخليكم انتوا يلا معانا هتكتفوه. انتوا مش هتخسروا حاجه، فلوسوا عادي مش هيحصل. فيها فلوس يا ابني وقت الكبده اهو. فيها فلوس. انا بقول لكم الكبده ايه ده، احنا هنطلب دريفت. دي اللي احلى واللي بتبقى احلى. انا هنكتب فيوسف تكتيف، انا بس هكلمه يلا معانا وهستناه وشوف هيحصل فيه ايه. يلا يا رب لا ينتقم منك بمعنى كده. احنا هناخد الفلوس ايه؟ الفلوس هتتاخد. ستوب. الفلوس هتتاخد لما المقلب بيخلص. لما المقلب بيخلص ولكن فعلا هتتاخد كام؟ ما فيش فلوس قبل ما تخلص المقلب فيوسف. لا المقلب مش هينفع. لا وده اتفاق من الاول. فلوس معايا يا ابني. قول له الفلوس ولا مش هتحرك من قدامك على لا ولا اي حاجه خالص الا لما تجي تقول لك ما فيش فلوس تتاخد. اه انا هشتغل ولا يا عم خلاص. لا انتوا خايفين منه صح؟ انتوا خايفين منه. خايف لضربك ها؟ لا انت خايف منه. انت كمان خايف منه. يلا لسه ضربه والله يا عمر خايفين منه. لسه ضربه امبارح. لا لا مش لسه ضربه امبارح. مش عايز تعمل مقلب ليه دلوقتي؟ عادي يا عم. بص يا جماعه، لا انت خايف تعمل المقلب من الاخر؟ من الاخر تعمل المقلب. اه فيها فلوس هنعملها. لا فلوس. خلاص عايزين فلوس؟ قلنا بعد المقلب قلنا كل واحد هياخد 5000 جنيه. وعد. خلاص اتفقنا. وانا قدامكم بقول لكم انا هسلمه بس قدامكم. يلا اخر الفيديو لما الدنيا تخلص. جاهز عمر؟ جاهز. عمر معانا. تعالوا بقى معانا شوف كل حاجه هتبقى قدام عينيكم وتصور كل لقطه هنعملها في يوسف. يا رب. عايزين يا جدعان. عايزين. اه مش هنسيبهم النهارده. طب اوعى يا مامو، يا مامو بطل عبط يا جدعان، بطل عبط. اوعى يا ست في ايه؟ اوعى يا مامو. ما تضحكش يا اسطى. وانت زرزر يا عم زرزر. محدش هيسيبك. يا ستي استنى في ايه؟ اوعى يا عم. انت بتعمل ايه كده؟ انت بتعمل ايه كده؟ تضربني انا؟ تضربني انا؟ يا ستي انا هوريك. طب اوعى يا مامو عشان مش هتعرف يا مامو. اوعى يا مامو. اديله. طب اوعى يا عم. يا عم انت عبيط، انت عبيط يا لهوي. كلها عبط هنا يا قلبي. طب اوعى يا احمد. بسرعه اوعى يا احمد عشان ما تغباش عليك. يا احمد ما تزرش معايا. بسرعه يا حبيب الناس دي ابطا. اوعى يا احمد. يا حبيب الناس دي ابطا فلوس. يلا طبعا عشان ايه؟
انا قلت لكم كل واحد ليه خمس بواكي. طب انت بصوا يا جماعه يعني هو انت بتسخن ليه؟ يا لهوي يا حماد، يا احمد ما تظهرش معايا يا احمد. انت كنت عاملها مفاجاه تحت الفلوس؟ يا لهوي شوف الناس اللي بتحبك. انا ايدي وجعتني ورجعتني والله العظيم. ما تزعل هتولعها حبيبي النهارده. والله العظيم انا بحبك النهارده، كلنا بنحبك. بس جهاز شمع حلو لذيذ، بس اما تسخن في حاجات ألذ واحلى من كده. وربنا ما يسيبك ولا انت ولا ايه. طب انت ما تدينيش ليه؟ مش انت ضربتني؟ دي بقى كان فيديو. ايوه انت بقى قال لي اخوك الكبير دي بقى مامتك الصغيره. قوم اكلي علي، بس ربنا يكرمك. انا عامل انت علي بس صبار. انتوا جبتوا مس حراره غربيه دي ولا ايه؟ ده ايه يا ست انت احمد ولا ايه؟ ولا ولا يا عم هات ايده في الدهي ايده طالع اهو في الكرسي. ايوه في يا ماما تظهر. لا هنا فين هحطه في اللزق ده؟ مش بعرف عارف انا بحطه على بشرتي والله. طب اوعي طبعا عشان والله العظيم بجد انا بحطه على مبرر. اوعي اوعي طعم مبرر وربنا بقولك طعم مبرر يا منو. يا منو انت بتعمل ايه؟ انا ده في انفيت فلوس يا بابا. اعمل لك ايه يا بابا؟ 5000 جنيه خساره مكتير عليك والله. طعم مبرر يا ماما. ما تهزريش معايا. عارفه فوائد الماسك ده ايه؟ انت الوحيد اللي ما تعرفش. هو انت بتهزري تتكلمي كده؟ انا بتكلم بجد. طب ممكن البتاع ده يسخن بقى؟ سخنولي في مقص. هو انت ست بطلق يا ماما بطلق عبد البنان كمان. ده بتاع ده انت ده مش هسيبه. ربنا ما هسيبه والمصحف ما هسيبه. حبيبي انا بهزر معايا. افتح بقك. وربنا لو فاكر ان انا هسيبك وربنا ما هسيبه. طب انا بس انت بتصوري ينفع تضربي بس هتزعلي مني. اول واحده هتزعلي مني. ما تضربش معايا يا جدعان. يا ابني ده فلوس. بابا قالك تضرب اختك الصغيره؟ بابا قالك لا.
بابا قال لي اخوك الكبير. بابا قال لك معاك على بابا قال لك ما تعملش كده تاني فينا. بابا ولا ماما بابا لا 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 عايزه تست ده خمس ربنا يحاسبك. اقول لك انا قلت ايه؟ انت قلت ولا ايه؟ انا قاعد على البلاطه ربنا معاك يا ريت. فلوس مني عشان تعمل فيك كده يا احمد يا احمد ما تنزلش معايا اطلع بره اطلع بره. عليك على فكره اديني والله انزل لي فيه للدرجه دي. بص كلنا بنحبك ده 5000 جنيه مش قليلين فيك. يلا جاهزه يا حكم؟ جاهزه يا حكم؟ وهذا اللي انت بتعمله ده هاتي وشك كده يا عم بطل عمل هاتي وشك كده. اه لا يا مش كده مش يا مش كده انت حبك بس امشي كده. اقول لك انت امشي كده. بص بقى بص دي امشي كده. بص رجاله جيت فوق لا خمس بواس ده بقى بقى سيبك ربنا ما يسيبك. انا مفروعه منك ربنا ما يسيبك. انا عايز اقول لك على حاجه بعد ده شبه مبسوطه اصلا. يا حمار خلاص يا انت لا انت لا انت لا لا انت 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 لسه شفت حاجه؟ والله العظيم ما هسيبك. انا ودني شفت حاجه؟ يعني ودني اتخرمت. لا 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 هات يا مال جازي الوكس ده هاتوه جازي يا خريب بيت. ده انا عليا حته سويت مش لحد يا عم. انا هعمل لك سويت يا عم. سويت ايه؟ والله هعمل لك سويت وش ده يا عم. فكني يا عم فك البتاع ده. بتتحرك يا عم بس السكسيكه اللي بتتحرك بيه. صوري لي صوري خد لي القصه دي مش عجبان. انا عامله لا هو استنى يا عمر عشان ما تنساش شكله هو كده. المبدا دي بتتحرك انا عايز اطمن طب انت استفدت ايه؟ طيب هات لي بخاخ يا عم. هات لي البخاخ يا عم. اوعى ملك حتى ملك يا لوكا مش بس يا جماعه والله البت معانا بس نفسك تتكلم عليا. بس مص مص يا لهوي مص. لا لا انت مش عاجبني. لا انت مش عاجبني. لا فوالي ده فوالي ده. اما حد شاطر فوالي هو ده جاز ولا ده ايه ده؟ فوالي ده فوالي اكل مش ده مات برفين. هو انت قعدت يا جدعان ولا ايه؟ انت ده انت عرفنا في عشتنا. ايه ده؟ حتى البنت مش رايحه بس مش معتوه. يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا ما هسيبك. ماشي ماشي التيشيرت بتلوريها؟ التيشيرت ده معاك بس عشان تبقى ظاهر اكتر. ايه ده؟ يا حبيبتي كفايه ميه يا ماما. طالع عبط يا ماما ما تهزريش معايا. انا قلت مش هينفع اعمل له سويت وقلت اعمل له وكس. يا لهوي يا ست بطلي عبط. انا عارفه ان هو سخن. انا عارفه ان هو سخن. يا ماما تضيقي.